دول اللي هي ملهاش اي مبرر على النادي الاهلي. بص يا طبيعي النادي اللي بقى في المقدمه واللي هو واخد كل الانظار واخد كل البطولات وهو نمره واحد في كل حاجه، كل الناس او معظم الناس هتتربص ليه. ده طبيعي جدا على فكره، الدنيا كلها كده، حتى في الحياه العامه دايما البني ادم الناجح اي حد مستني بس يحصل له اي هفوه، حتى لو هفوه تعبانه جدا بتحس ان هي نهايه العالم. فريق خسر مباراه لظروف معينه ماشي ضد نادي الزمالك، ايه الكارثه اللي حصلت؟ ايه اللي حصل؟ مباراه بثلاث نقاط، بالنسبه لنادي الزمالك هو انتصار كبير ودي دو يعني دوري خاص معانا تحرك اللاعبين من فندق الاقامه معاه ايمن، لكن ده مش هيهز يعني اقل من شعره من قيمه وحجم النادي الاهلي. دي حاجه مش محتاجه كلام كتير، لان النادي الاهلي مش عايز اتكلم في النقطه دي كتير قوي. النادي الاهلي لما تقول النادي الاهلي خلاص هو معرف نفسه، انت بتتكلم في قيمه كبيره جدا جدا جدا، مهما اتكلمت مش هتقدر توصفها، فما تتعبش نفسك ما تقول النادي الاهلي، تقول النادي الاهلي اعظم نادي، اكبر نادي، احسن نادي، اي حد في الدنيا يتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي وينتمي ليه، هو ده النادي الاهلي. دي خليها على جنب. حاجه بقى الاهم، انت عندك وراك جماهير في كل مش في العالم كله في العالم كله صحيح. عارفين هو ايه النادي الاهلي وواقفين وراك في كل وقت مظبوط، ودايما في الاوقات الوحشه اللي هي الحمد لله الواحد من ساعه ما وقع الدنيا كده ما شافش النادي الاهلي في اوقات وحشه غير مره ولا حاجه، لكن الناس على طول واقفين وراك، عارفين دي حاجه بسيطه وبتعدي بسرعه، والجماهير واعيه مش واعيه، ده واعيه جدا كمان، تلاقي الالتفاف الجماهيري بقى زايد قوي حواليك ايمن، ولا كأن حاجه حصلت، حسسك ان انت فعلا انت بطل، وانت فعلا صحيح. بطل هو ده دور الجماهير، ولا حد بيسيء ليك ولا حد بيتلفظ بالفاظ ولا حاجه خالص. لو من بعد مباراه الزمالك لحد اللحظه دي بص جماهير الاهلي بتعمل ايه، كله شحن وكله ولا يهمكم وعادي جدا، والناس كلها شايلاك اكنك انت كسبت المباراه، انك انت عارف هي قيمه النادي الاهلي، وهم عارفين ومتاكدين ان على الجانب الاخر في ناس كتير جدا بكل انتماءاتها مش عايزين النادي الاهلي كده صحيح. عايزين النادي الاهلي ايه ده خسر، طب يلا بقى خلاص مزبوط. ايه اللي ماتش خسر خلاص خسر، انتهينا على الموضوع انتهى، وليه على فكره ليه ظروفه، واتكلمنا هنا يعني قلنا حاجه واحده بس كانت في المباراه دي، لو حظ حلو النادي الاهلي بس بالزبط. حظ بالزبط. خلاص الموضوع كان انتهى تماما من اول 9 دقائق مظبوط، فما نهولش المواضيع و ما نكبرش الدنيا قوي، لكن هو ده قدر النادي الاهلي يا ايمن، ده قدرك في النادي الاهلي كلاعب وكجماهير، ان انت دايما انت العين كلها عليك انت، انت العين مش بتبص تحت يا ايمن، دايما العين بتبص للحاجه اللي فوق، الحاجه اللي فوق هو النادي الاهلي، فالناس كلها عينها على النادي الاهلي. مظبوط. ده حصل، ده مش عارف ايه، ده حصل مشكله ايه، وتلاقي الدنيا كلها كبرت، بس الذكاء بقى ان عندك الحمد لله مجلس اداره ناس محافظه كويس قوي على قيم على النادي الاهلي، محافظه على فرقتها وقافله عليها كويس قوي، ممنوع انك تخترق الفريق ده خالص مهما حاولت، مهما يقول لك ده في مشاكل ومهما يقول لك ده عمل وده عمل، ممنوع من يوم ما كنا في النادي الاهلي والله العظيم ايمن، ممكن تبقى الدنيا مولعه وكلنا لعبنا وكلنا كنا مع بعض فتره كبيره جدا، الدنيا مولعه ولا تحس بحاجه خالص صحيح. هو ده النادي الاهلي صحيح. فكل اللي بيحصل ده على فكره ما تستغربوش ده طبيعي، لكن هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي اعظم واحسن نادي في الكون باذن الله رب العالمين طبعا.